بتصور يمكن لما مارك زوكربيرج قرر مع بعض الاصدقاء له انه يفتح شبكه اجتماعيه اسمها فيسبوك، يمكن ما خطر له انه لغايه اليوم يصير عليها مليون شخص بيفتحوا الفيسبوك بشكل دائم. اليوم رح تحكي عن هالموضوع مايا وتعلمكم كيف انتم ممكن تعملوا صفحه لكم لحتى تقدروا تنوصلوا او تحسوا حالكم مرتبطين بكل شخص موجود بكل انحاء العالم. مايا صارت معنا بوقتها. مايا صباح الخير. صباح الخير. عن جد صرنا بنحس انه واحد بيقول انه اذا مش موجود على على صفحه الفيسبوك انه بحس حاله بعيد او ما عم يعرف شو عم بيصير او بحس حاله انه ما قادر يتواصل مع الاشخاص البعاد، يمكن صار له زمان مشتاق لهم او جاي على باله يشوفهم. في ناس بيعتلوا هم او بحسوا انه شيء كثير صعب يعملوا صفحه فيسبوك. لهالسبب اليوم انت راح تبسطي لهم الامور مثل العاده مع مايا وتعرفيهم اكيد على اهم الخطوات لحتى يقدروا يعملوا صفحه على الفيسبوك. صحيح، خلينا نبلش من الاول. يمكن في عالم بيسمعوا كثير كلمه فيسبوك بس ما بيعرفوا على المضبوط شو هو هالويب سايت، شو هي فيسبوك. هلا نحن من وقت ما بلشنا الفقره لهلا صرنا نعرف ندخل على ويب سايت، صار عندنا ايميل، وهلا المرحله بوقتها هي انه نفتح فيسبوك اكاونت. شو هو الفيسبوك؟ اول شيء هو ويب سايت على الانترنت للتواصل الاجتماعي، مثل ما بيسموه كمان سوشيال نتورك. بلش بال 2004، يعني صار له تقريبا 8 سنين. كيف بلش؟ مثل ما قلت مارك زوكربيرج بجامعة هارفارد بأمريكا، بلش كان بس للتلاميذ اللي بهارفارد بيقدروا يدخلوا على فيسبوك، وعجبتهم الفكرة كتير، بلشت تنتشر من جامعة لجامعة. يعني كانت أول شيء بس بالجامعات تسمح للتلاميذ يتواصلوا مع بعضهم، بس نجحت لدرجة أنه من 2004 لليوم يعني صار اليوم في مليار شخص على فيسبوك. يعني خلينا كان عم يتشكرون من كم يوم يقولون عن جد ميرسي أنكم وثقتوا بشبكة الفيسبوك وأنتم عم تشتغلوا مع هالفريق الصغير تبعنا لحتى تقدروا أكيد تفوتوا على هالشبكة. أكيد هيدا غير اللي عملت ثورات اجتماعية، يعني ثورات كمان سياسية وبهيدا الفترة. أكيد إذا منشوف هيدا الجراف هون بتفرجينا بال 2004 كان تقريبا كثير قليل، يعني هيدي السنه اللي بلش فيها كان في بس كم تلميذ بالجامعه، لحد 2008 صار في 100 مليون شخص واليوم صار في مليار شخص. يعني اذا في مليار شخص على فيسبوك ما بعرف ليه المشاهدين بعدهم في منهم على فيسبوك، من اصل 7 مليار، يعني في 6 مليار بعضهم منهم، فلازم يحضرونا ويتعلموا معنا كيف نفتح فيسبوك. هلا اللي بيقولوا انه فيسبوك للصغار هيدا الشيء منه صحيح. يعني اذا بنلاحظ كم شخص في حسب العمر على فيسبوك، في 26% بين 18 و 25 بالعمر، بس كمان في تقريبا 15% بين 35 و 44 بالعمر، وفي اكيد تقريبا 12% بين فوق ال 45 سنه، يعني لكل الاعمار مثل ما بنلاحظ، يعني من 13 وطلوع فيهم يدخلوا على فيسبوك. فمن بعد ما شفنا كل هالشيء خلينا نتعلم، بس قبل بدي انبه المشاهدين والمشاهدات من شغله انه انتبهوا ما يصيروا مدمنين، هيدا في خطر على الفيسبوك. اذا لحقتوا وتعودتوا تفوتوا كل يوم على الصفحه وتشوفوا اصحابكم شو عم يحكوا يمكن تصيروا مدمنين مثل هالرسمه هون، بتصيروا كل يوم بدكم تفوتوا على الكمبيوتر وخلص ما بقى فيكم تركزوا على شيء ثاني، بينسوا كل شيء حواليهم لانه خلص بصيروا عن جد يعني مثل ما قلتي معلقين كثير فيه، لدرجه انه بصيروا بدهم يعرفوا كل التفاصيل اللي عم يعيشوها كل اصحابهم، وبصيروا هن حتى ما بيلحقوا يصوروا شيء او بيكونوا وين ما كان دغري بيصوروه بينزلوه دغري على الفيسبوك. من هيك بنسمع ناس بيقولوا انه يي فيسبوك لطق الحنك، ما له عازه، انا ماني على فيسبوك انا مشغوله. هيدا الشيء منه صحيح، فيك تكوني مشغوله وتكوني على فيسبوك او حتى تكوني عم تستعملي فيسبوك لشغلك بطريقه منيحه وبتفيدك. فخلينا ندخل اول شيء. مثل ما نحن عنا عالم صباح كمان موجود على الفيسبوك كمان. اكيد اكيد. هيدا هون لوجو فيسبوك وهيدا هو الويب سايت www.facebook.com. فانتم عندكم بالبيت جيبوا اللابتوبس يلا حطوهم قدامكم وافتحوا البراوزر وفوتوا على www.facebook.com. دخلنا، هاي هي صفحة الفيسبوك. بنلاحظ انه في على اليمين مكتوب ساين اب اتس فري، يعني ببلاش حيلا شخص فيفوت، وعم يطلب منكم شوية معلومات شخصية حتى يعرف مين انتو. بنبلش بنعبي اول شيء الاسم، راح افتح فيسبوك لإلي مايا العائلة. هلا هون بدكم تعرفوا نقطة مهمة انه انتو عم تعطوا معلومات شخصية لا شركة فيسبوك، بدكم تكونوا يا يعني مقبلين للفكرة. أكيد في طريقة تما تخلوا العالم يدخلوا حيال لحدا يدخل، بس بالنهاية عم تدخلوا على ويب سايت تواصل اجتماعي، يعني عم بتحطوا اسمكم عم بتحطوا صورتكم لحيال لحدا يقدر يشوفها. الإيميل
احنا تعلمنا نفتح ايميل، فهلا خلص. هلا اذا حدا منكم عنده اسئله على الاشياء اللي عم نتعلمها ابعثوا لنا ايميل على bwaqta@future.com.lb، ونحن بنحب اكيد نرجع نعيد، نرجع نركز على نقط يمكن تكونوا ما فهمتوها منيح او حابين تعرفوا اكثر عنا. بيطلبوا منكم ترجعوا تفوتوا الايميل مره ثانيه، وبدكم تنقوا باسورد. اهم شيء الباسورد يكون فيكم تتذكروه وما يكون سهل انه حيلا حدا يقدر يعرفه، والا بيصير حيلا حدا في يدخل. مزبوط. يعني هذا الباسورد لكم انتم بس، انتم بتعرفوه لحتى انتم تقدروا تدخلوا على الويب. ومهم ما تنسوه. واهم شيء ما تنسوه لانه لبكه كبيره اذا بدكم ترجعوا. مزبوط. بيرجع بيسالكم اذا بنت او شاب وتاريخ الميلاد. هلا ليه تاريخ الميلاد؟ فيسبوك عنده طريقه بيصيروا العالم كلهم يبعثوا لكم هابي بيرثداي على عيدكم. مزبوط. من هيك بيطلب عيد الميلاد، يعني في منهم بيحطوا مع السنه، في منهم بيحطوا بلا السنه. بلا السنه. كل ما يكبروا بيصيروا شيء للسنه. مزبوط. وبنكبوا ساين اب. هيدي هي خلص، هيدي اصعب شيء قطع. بهالطريقه نحن بنكون عم ندخل على فيسبوك، بس نكبوا ساين اب هو بيبعث لنا ايميل لعنا تيتأكد انه نحن عن جد اشخاص موجودين حقيقيين. بيكون وصلنا ايميل لعنا. هلا دغري اول ما تدخلوا اول شغله تعملوها هو انه تلاقوا اصحابكم، هو المفروض يلاقي لكم اصحابكم، فبيطلب منكم انه عندكم اصحاب على فيسبوك، اذا ايه بعثوا لهم ايميل قولوا لهم انه انتم كمان صرتوا على فيسبوك. هيدي اول مرحله، هيدي ستيب 1، بتلاقي اصحابك لانه بالاخر فيسبوك للاصحاب تا يكونوا مجتمعين مع بعض وعم بيحكوا مع بعض. هاي اول مرحله. ثاني مرحله بيسالكم معلومات شخصية عنكم، مثلا بأي جامعة درستوا، بأي مدرسة كنتوا، هيدا الشيء بيساعد فيسبوك كمان يلاقي لكم أصحاب قدام، يمكن الوقت فرقكم، معقول ترجعوا تلاقوهم على فيسبوك. وهيك صار، يعني وقت فتح فيسبوك بال 2004 2005 كثير عالم صاروا يلاقوا ناس صار لهم زمان مش شايفينهم. ايه صحيح. يرجعوا يتعرفوا عليهم، يعرفوا شو صار بحياتهم، شو تغير، يعني بيقرب الناس من بعضهم. فمنفوت على المدرسة، بنحط مثلا كنت بهالمدرسة، هو دغري بيعرف مين في بهالمدرسة كمان وبيجمعكم مع بعضكم. خلينا نحط مثلا أنا كنت بالسعودية وكثير أصحاب تركتهم، ما عاد يعني جيت على لبنان وكل واحد راح محل، فيسبوك رجع جمعنا كلنا، ومرات نحكي مع بعض على فيسبوك تنتفق إمتى بقى نرجع نلتقى، يعني فيك تعمل أشياء كثير كثير حلوة. واخر نقطه بيطلب منكم تحطوا صوره لكم. اي هلا في واحد هو بنقي اللي بده اياها، و فيكم تحطوا صوره. هلا اذا مش حابين تحطوا صورتكم فيكم تحطوا يعني شيء بتحبوه، مثل شيء صوره بتحبوها، شيء رسمه بتحطوها، مش ضروري تحطوا صورتكم، بس اذا بدكم كمان فيكم عندكم صوره حابينها بتحطوها هيك لحتى واحد يميز كمان اصحاب، لانه في اوقات بيكون في كثير اشخاص بيحملوا نفس الاسم. كيف بدك تميزي؟ ايه ما هو هيك، يعني بتريح كمان اكثر لما بيكون الشخص حاطط صورته. وفي شغله حلوه كمان، اذا عندكم ويب كام على اللابتوب بيقول لكم دغري هلا بتاخذي الصوره مثل ما انت. هلا هون لازم يكونوا منزلين فلاش، مثلا هون لازم ننزل فلاش لنقدر ناخذ الصوره، بس اذا بتكبسوا تيك ا فوتو ويز يور ويب كام دغري بتطلعوا بالكمبيوتر بيصوركم وبينزلكم اياها على فيسبوك. يعني شفتوا شو هيني؟ ما في اهين من هيك. هيك بنكون خلص فتنا على فيسبوك. هلا بما انه صار عندنا فيسبوك خلينا نشوف شو في بقلبه. اذا بدنا نفسر، هلا هو السيستم بهين عليك، يعني بيقول لك اول شيء فتشوا اصحابكم، ثاني شيء لاقوا صوره، ثالث شيء اعملوا اد لاصحابكم. اد يعني انت عم تقولي هيدا الشخص انا صاحبه معه بدي يكون بالنتورك عندي، يعني بدي اتواصل معه، واللي ما بدكم يكونوا على تواصل معكم ما بتعملوا لهم اد. هيدي هي الكونسبت اد فريند، يعني بتقول اعملي لي اد على الفيسبوك، هيك معناتها بعتي لي كبسي اد فريند لحتى نصير اصحاب مع بعض. هيدي يعني الفكره الكثير هينه تبع فيسبوك اللي هي الاساس، يكون في اصحاب مع بعضهم. هيدا الشيء اللي خليه يكون غير عن غير ويب سايتات، انه عندك اصحاب. هلا صار في كثير عالم بيمزحوا انه اصحابي بالحقيقه واصحابي على الفيسبوك غير شيء عن بعضهم، بس اذا فيكم تخلوها يعني تتكون اكسبيرينس حلوه انه اصحابي على الحقيقه وعلى فيسبوك هن ذاتهم، صاروا فيرتشوال فريندز يعني مثل ما بيقولوا. ما هي هلا اذا بنطلع هون على الشمال عندنا ليستة قصص فينا نعملهم، في الويلكم اول شيء عم يقولوا لكم اهلا وسهلا بفيسبوك، فيكم تعملوا هالقصص. في شيء اسمه النيوز فيد، النيوز فيد بتفرجينا اصحابنا شو عم بيحطوا، فيهم يحطوا صور، فيهم يحطوا شو عم يعملوا، شو مشاريعهم، شو عم يعملوا، وفيهم يحطوا اشياء حلوه، يعني مثلا اليوم كنت على الطريق وشفت هالشيء الغريب اللي صار، شوفوا هالصوره، او شفت شيء بيضحك على الطريق صورته على تليفوني. وهون كمان مهم نقول انه تقريبا 30% من الاشخاص اللي بيستعملوا فيسبوك بيستعملوه على التليفون مش على اللابتوب، لانه بتكوني ماشي على الطريق يلا
بتطلبي او بتحطي هالصوره بتزيديها. هلا على اللابتوب اكيد فينا نعمل اشياء اكثر، يعني بتصير اهين الخبريه. في شغله ثانيه اللي هي مسجز، مسجز بيسمح لنا نبعث مساجات برايفت، يعني هي بس نحن والشخص اللي عم نبعث له بشوفوها، يعني اذا بدكم تحطوا شيء وعتلين هم العالم يعرفوا عنه تبعتوا بس لهيدا الشخص، مش على الوول، مش على الوول، هيدي برايفت بس للمساجات. وفي ايفنتس، ايفنتس هلا هو كلهم بالحلقات القادمه رح نفوت فيهم بالتفاصيل اكثر، بس اول شيء كثير مهم نفهم كله فيسبوك كيف بيشتغل. ايفنتس كثير حلوه اذا بدنا نعرف شو في، شو عم يصير بالبلد حوالينا، يعني بتفوتي على ايفنتس بتشوفي بلبنان مثلا شو عم بيصير بموضوع الفن، في معرض، في حفله، في موسيقى، هول القصص كلهم بتلاقيهم على فيسبوك بسهوله. هون شفنا الايفنتس، هلا نحن صفحتنا قلنا وين، هون عم نشوف اصحابنا كيف نتواصل معهم. فوق على اليمين بتلاقوا اسمكم، كثير هينه تلاقوا، بتكبسوا على اسمكم وبتفوتوا على البروفايل. بروفايل يعني انا مثل هويتي، هيدي هويتي على الانترنت، هيدي الصفحه. شو في بالبروفايل؟ بتحطوا صوره، بتحطوا كفر، يعني كفر هي صوره بتجي ورا، بتحطوا مثلا منظر حلو او شيء بلد سافرتوا عليه، وبيكون في محل تاريخ ميلادكم، وين بتشتغلوا، وين درستوا، شو عندكم صور، هو هن. ومن البروفايل فيكم تحطوا ستيتس، يعني بيقول لك هو فيسبوك بيسالكم واتس اون يور مايند، يعني شو عم تفكروا. فيكم تحطوا حيلا شيء، مثلا انا بدي احط انه هلا انا عم بقدم فكره بوقتها. اي ام بريزنتينج هلا مايا معنا على الهواء ات فيوتشر تي في. بحط لها هون بابليك، عندنا بابليك يعني حيلا شخص في يشوفها. اذا بدنا بس الاصحاب بنحط فريندز، يعني بيهين عليكم قصه انه مين بيشوف حكيتي، انا بدي كل العالم يشوفوها، حطيتها بابليك، راح اكبس بوست، طلعت يلي بفوت عندي بشوف انه انا اي بريزنتينج من سنتين، بحط لك اي وقت. وفيهم العالم اذا حبوا فيهم يعملوا لي لايك، هيدي هي اللايك، بيكبسوا كبسه لايك، يعني انا حبيت هالشغله اللي انت قلتيها عجبتني. واذا حابين يحكوا اكثر بيكبسوا على كومنت، يعني هي حبيت بفوتوا على كومنت بيكتبوا انا حبيت هالشغله، انتر بيطلع لهم الكومنت. وثالث شغله فيهم يعملوها هي الشير، يعني فيهم يخبروا غير عالم عنه. كمان هيدي هي الشيرنج. فهون شفنا يعني هيدا اهين شيء بفيسبوك، هيدا اذا بتعرفوا تعملوا كل هالقصص اللي هلا حكينا عنها بتعرفوا تستعملوا فيسبوك، واكيد كل ما استعملتوا كل ما تصير اهين عليكم، تتعودوا بتصيروا انتم لحالكم تكتشفوا اشياء جديده. فهلا مثلا اذا بنرجع بنفوت على الصفحه الرئيسيه تبع فيسبوك بنشوف الستيتس، طلع مايا زنكول عم بتقول اي ام بريزنتينج الستيتس، يعني قولي انه انت معي. طيب ما غيدا لا خلينا نزيد كومنت اي ام لا بايش الحال خلص ما جايين نجربك هيك كمان بنكون حطينا كومنت وعملنا لايك وعملنا ستيتس. هودي كلهم يعني هيدا هو فيسبوك بكل بساطه، يعني شفتوا منا شغله صعبه ابدا، شغله كثير حلوه وكثير هينه، وهيدا هي يعني هيدا وانا هون ساعتها بعمل لك لايك بس سالتي انه انت مع مين هلا اسبوع الجاي بعمل لك لايك. رح نتعلم شو هن البيجز بقلب فيسبوك، في شيء اسمه بيجز اللي هن كمان يعني عالم ثاني ضمن فيسبوك، رح نفوت فيهم اكثر بالتفاصيل. ميرسي مايا، نحن رح نتابع اكيد محطاتنا، وشيف شادي رح يكون معنا بعد دقائق ورشه ملح، خليكم معنا.